ولمناقشة هذا الملف العمل الإرهابي في شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم في إسطنبول ينضم إلينا في الأستوديو الكاتب والباحث السياسي التركي السيد يوسف كاتب أوغلو. مرحبا بك معنا سيد يوسف. مساء الخير، تحياتي لكم والسادة المشاهدين. أهلا بكم. كما يسعدنا أن نرحب عبر الخط الهاتفي بمقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني. مرحبا بك معنا دكتور. إذا سيكون معنا إن شاء الله بعد قليل. أبدأ معك سيد يوسف، الموضوع في الحقيقة خطير، هذا التفجير كان خطيرا في هذا التوقيت وفي هذه الظروف السياسية التي تمر بها البلاد، لكن السرعة القياسية في الوصول إلى منفذة هذا العمل وهذا الأداء الأمني لفت الأنظار إليه بشكل كبير. وصحيح أن تركيا دائما تحاول أن تتوقع حدوث هذه الضربات والأعمال التفجيرية ولعلها تفشل بعضا منها ولا تعلن عنها، لكن هذه السرعة وهذا التعامل والتعاطي الأمني كيف راقبتموه؟ بداية نترحم على أرواح الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ويجب على الجميع أن يعلم بأن الإرهاب ليس له لا دين ولا مذهب ولا وطن ولا أي تبعية، والإرهابيون سواء في تركيا أو أي دول أخرى هم إرهابيون بكل معنى الكلمة، الذين يستحلون الدماء والناس المدنيين والأبرياء. نعم. يجب أن يعاقبوا بشد العقوبات، وهذا ما تقوم به تركيا الآن من عمل ما يلزم. أما بالنسبة لسؤالك يا سيدي، هنالك واضح استهداف تركيا التي أصبحت الآن عصية وأصبحت هي دولة لاعب إقليمي ومتنامي ومهم في المنطقة، وبالتالي هي مستهدفة، والنظام الديمقراطي الموجود في تركيا وتحديدا منذ مجلس العدالة والتنمية والرئيس رجب طيب أردوغان منذ عام 2002 إلى الآن 20 عاما، وهنالك دائما الكثير من المحاولات، سمها إن شئت محاولات إقصائية، سمها إرهابية، استهداف. لا ننسى أن هنالك كان محاولة الانقلاب الفاشل في عام 2016، ولكن بعد 2016 وإلى الآن تقريبا 6 سنوات كان هنالك انضباط مع مجيء وزير الداخلية سليمان صويلو أمام هذه المهجمات الإرهابية. كان هنالك الكثير، المئات من المحاولات، التقرير كما أفدتم 200 محاولة لعمل تفجيرات هذا العام فقط داخل تركيا، جميعها أحبطت بسبب القوة الموجودة الأمنية والاستخباراتية خصوصا في المناطق المركزية والاستراتيجية وتقسيم أهم هذه المناطق. نتكلم عن منطقة تقسيم، شارع الاستقلال هو يعتبر أهم معلم سياحي في القسم الأوروبي أو من أهم المعالم السياحية المكتظة بالمدنيين وبالسياح، وبالتالي نعم هنالك كان سرعة تواجد وسرعة تعقب بعد الانفجار مباشرة، كان هنالك استنفار مطلق لجميع الجهات، ليس فقط الأمنية بل حتى الأمنية والقضائية والطبية والإطفائية والاستخباراتية، الكل كان مستنفرا منذ عصر الأمس إلى اليوم، وتم الحصول بشكل سريع جدا على النتائج المرجوة بسبب تكاتف كل هذه الجهود. واحد، الخبرة الموجودة التراكمية عمدى أكثر من 40 عاما، نحن نعاني من حزب العمال الكردستاني الإرهابي منذ 80s إلى الآن، وهذا ليس أول عمل إرهابي يقوم به حزب العمال الكردستاني ضد المدنيين تحديدا في مختلف المدن، من أهمها التفجيرات التي تمت في أنقرة في ميدان كزلاي وفي مطار إسطنبول وفي مركز حافلات أنقرة أيضا وكثير من الأحياء والمدن في تركيا. نعم. إذن هنالك خبرة تراكمية ونجاح أمني كبير وتعاون بين كل الفئات في الجهات الرسمية الحكومية أدت إلى الوصول إلى هذه النتائج التي تعتبر بداية الخيط وليس نهايته. نعم، اسمح لي أرحب بالدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق. دكتور مرحبا بك معنا. حياكم الله الكريم. أهلا وسهلا دكتور. الهيئة أصدرت تصريحا صحفيا تدين فيه الهجوم الإرهابي في تقسيم، وهذه الأفعال الإرهابية أو الجرائم التي يقوم بها إرهابيون عانى منها العراق منذ 19 عاما. ما أوجه التشابه بين ما حدث في تركيا بالأمس وبين ما يحدث بشكل شبه يومي في العراق؟ بداية أكرر ما ذكره تصريح الهيئة اليوم،
ونتقدم بأحر التعازي والمواساة في الشعب التركي ولذوي الضحايا الذين ذهبوا ضحية التفجير الإرهابي الذي قام به حزب العمال الكردستاني وميليشيا البعثة الإرهابية التي هي أقرب إلى الإلحاد، بمعنى أن إلصاق تهمة الإرهاب من الغرب بالمسلمين هذا ظلم وتسييس واستهداف الإسلام على المسلمين. هذه الميليشيات ميليشيات البعثة وحزب العمال الكردستاني تدعمها أمريكا والكيان الصهيوني والميليشيات العراقية التي هي جزء من الحكومة العراقية. أما أوجه التشابه فهو من حيث طريقة الجريمة الإرهابية التي وقعت في تقسيم واستهدفت المدنيين، لأن الشعب العراقي عانى كثيرا من هذه الجرائم الإرهابية واستهداف المدنيين، وحوادث التفجير في العراق كثيرة ومستمرة، وتقوم بها الميليشيات في محاولة منها لصرف الأعراق عن الفساد المستشري في البلاد، عن المشكلة الحقيقية في العراق التي تكمن في العملية السياسية، وأيضا لإثارة الفتن الطائفية. هذا النهج الذي هو تنتهجه الأحزاب الحكومية والميليشيات في العراق من عن طريق التفجيرات وإيقاع أكثر خسائر في المدنيين واستهدافهم هو نفس ما فعلته ميليشيا البتكة في حادثة التقسيم في تركيا. نعم دكتور سيد يوسف، يعني اللافت في التحقيقات الأولية أن الميليشيا التي كما تفضلت قبل قليل تاريخيا هي تستهدف المدنيين في الميادين العامة في المدن المكتظة في المطارات، أيضا كانت هناك رسالة تريد من خلالها أن تستهدف المنفذة لهذه الجريمة. بماذا يوحي ذلك؟ كيف تفكر هذه المنظمات؟ يا سيدي هذه المنظمات هي ليست مخططة أو تفكر، هي عبارة عن بيادق أو أدوات فقط منفذة. الأستأكل نسميه أو العقل المدبر لهذه وخارج هذا خارج هذه الحدود، وهنالك جهات سميها إن شئت جهات معارضة داخلية وجهات خارجية إقليمية وربما دولية. ونتكلم بصراحة، يعني عندما يكون هنالك دعم لوجستي وعسكري واستخباراتي أمريكي للبي واي دي، تركيا لم تقبل التعزية أو المواساة من أمريكا بالمناسبة، يكفينا نفاق سياسي. نعم. يا سيدي، يعني تقتل القتيل وتبسي في جنازته. نعم. هذا غير لا يمكن القبول به. نعم. الكل يعلم 20 قاعدة موجودة عسكرية أمريكية في الشمال السوري، البي واي دي والواي بي جي وحدات الشعب الكردية، من يسلحها الآن؟ ألم تسلح من قبل 83 ألف شاحنة؟ قال الرئيس أردوغان تسلحونهم بحجة محاربة داعش، وهؤلاء يستخدمون هذه الأسلحة الأمريكية ضد شعبنا في داخل تركيا. يعني هذه الازدواجية في المعايير وهذا الضحك على الذقون يكفي ذلك، وبالتالي يسقط مدنيون ويسقط ضحايا وعشرات الجرحى، ثم يعني بلا استحياء يقومون بتقديم تعزية. هذا أمر مرفوض. وهذه الجهات سواء كانت أمريكية أو غربية، لا ننسى أن هناك دول أخرى ترى أن البيكاكا ليس منظمة إرهابية وترى بأن هؤلاء حمائم سلام. كل من يحمل السلاح بمفهوم كل قوانين الأرض أمام ضد الشرعية وضد الدولة هو يعتبر منظمة إرهابية، لا فرق بينه وبين داعش، ويهدد الأمن القومي ويهدد الشعب التركي. هذه نقطة. أما النقطة الثانية والغريب في الموضوع بأن أمريكا الآن هي تصر على أن هذه الحلف أو ما يسمى البيكاكا حزب العمال الكردستاني أنها هي لها أحقية فيما تقوم به بحجة أنها تحارب الإرهاب، وهم يصنعون الإرهاب، هم الذين الآن قاموا بهذا الإرهاب وهم يتنصلون منه. يقول لك أنكروا صلتهم بهذه العملية، هل هذا كلام يعقل؟ طب هنالك عمل إجرامي وهنالك معتقلين وهنالك مجرمين منفذين وهنالك اعترافات وكبالات مراقبة منذ دخولهم إلى تركيا إلى حين تم اعتقالهم، ويتم الحديث عن أن هذه عبارة عن مسرحية وأن الحكومة التركية والرئيس أردوغان تم تدبيرها من أجل أغراض سياسية أخرى. العكس تماما، هذا الآن الأمر أضر بالحكومة التركية وأضر بالرئيس أردوغان. المعارضة بدأت ترفع أصواتها بأن هنالك اختراقات أمنية وهنالك استهداف ولا أمن ولا استقرار قبل الانتخابات. إذن القضية واضحة يا سيدي، التأثير على الناخب التركي، ونحن على بضعة شهور من الانتخابات القادمة، وأيضا الصيد في الماء العكر. والغريب يتم الحديث على أن جنسية المنفذة السورية، من الهدف؟ يتم الحديث الآن أن أردوغان آويتم السوريون الآن وجاءت السورية تقتل شعبكم الآن، وبالتالي فتنة ضمن فتنة. هذه المنظمات الإرهابية
والإرهابيين المدعومين خارجيا لا يمكن السكوت عنهم. دكتور ثامر، تركيا كما لاحظنا وكما سألنا الأستاذ يوسف في الأستوديو قبل قليل استطاعت القبض على منفذة هذا الفعل الإجرامي خلال ساعات فقط، ويعني وصلت إلى من يقف خلفها حتى، لكن في المقابل هناك عشرات الجرائم والعمليات الإرهابية التي ما تزال حتى الآن يعني ما يزال مرتكبوها طلقاء، يعني لم تتوصل السلطات أو الحكومة وشيء بشيء أذكر بطبيعة الحال في العراق لم تتوصل إلى الفاعلين. هل هي كذلك عاجزة بالفعل أم أنها لا تريد أن تصل تتوصل إليها؟ طبعا دعني فقط أعرج على كلام ضيفك وكنت في نفس النقاط، وحقيقة اتهام السوريين بهذه الجريمة هو خروج عن المألوف، خروج عن الواقع، إن الجريمة ارتكبها حزب ميليشيا البكتة وهي المسؤولة، سواء كانت آتية من سوريا أو آتية من العراق أو من الأراضي التركية نفسها، فإذا هو المسؤول الحقيقي عن الجريمة هو المباشر، هم البكتة ومن ورائهم الذين يدعمون سواء الأمريكان أو حتى الميليشيات العراقية التي هي هناك تنسيق ما بينها وبين ميليشيا البكتة. طبعا بلا شك أن إلقاء القبض على منفذ عملية جريمة تفجير التخفين هو خطوة كبيرة جدا وعمل يحسب للجهاز الأمن التركي عندما يعتقل المجرم خلال ساعات معدودة في بلد كبير وواسع وفيه ملايين الناس في هذه المدينة الخصيصة، وعملية تقوم بها جهة لها خطط في التنفيذ والانسحاب وتمتلك الإمكانات اللازمة لتهريب من يقوم بهذه الجريمة، لا يمكن أن نتجاوز أن هذا الأمر يحسب لجهاز الأمن التركي إلقاء القبض على هذه المجرمة ومن خلفها، بينما في العراق القاتل والجريمة تمر عليها سنوات ولا يلقى القبض على المجرم، بل إن الحكومة عملها هو التغطية على المجرم، لأن المجرم في العراق هو أحد أدوات الحكومة، لأن الحكومة متكونة من أحزاب وميليشيات متعددة، كل ميليشيا وحزب يقوم بتحديد أشخاص القضاء عليهم، هذا من ناحية الأفراد، أما من ناحية الجماعات فهذه الأحزاب والميليشيات هي أدوات بيد إيران من جهة وبيد أمريكا من جهة أخرى، فنحن نتكلم عن أدوات يحركها الراعي الدولي والإقليمي ويتحركون وفق ما يملى عليهم، بالإضافة إلى أنهم في الأصل هم مجرمون وجرائمهم الجماعية التي تدخل في إطار جرائم الإبادة الجماعية لا يحاسبون عليها لأنهم أصبحوا هم الخصم وهم الحكم وهم الأجهزة الأمنية، فلا يمكن أن ننتظر منهم محاكمة المجرمين أو محاسبتهم. ورأينا كيف جاءت الحكومة الجديدة بمن صنفت بأنه فاسد، حكومات سابقة طردت قضاة وهذه الحكومة أرجعت هؤلاء القضاة وهؤلاء الأشخاص وسلموهم أيضا مسؤولية النزاهة، فإذا نحن نتكلم عن ميليشيات هي تتحكم وهي من تقوم بالإجرام وهي من تفعله، لأنها تحاول الهروب من فشلها باستهداف المدنيين بأبشع الطرق، هجروا وقتلوا وغيبوا آلاف الناس ومشاهد موثقة ومصورة وهم يجاهرون بها جرائم ضد الإنسانية، شاهدنا كيف يربطون أشخاص بالسيارات ويقطعونهم، شاهدناهم وهم يحرقون المدنيين وهم أبرياء وهم أحياء، شاهدناهم هذه الميليشيات وهي تسوق مئات المدنيين وتتبجح بقتلهم ودفنهم بمقابر جماعية وتكشف هذه المقابر الجماعية ولا يسمح لا للمنظمات الحقوقية ولا للإعلام أن يتناول في قضية المغيبين والمقابر الجماعية ولا يسلط الضوء على هذه الجرائم، هذه الجرائم وغيرها كلها تثبت أن هذه الميليشيات إرهابية ويجب أن تصنف دوليا بذلك، وكذلك حزب البكتة، ولكن للأسف المجتمع الدولي مثل ما ذكر ضيفك الكريم منافق لأنه يدعم هذه الميليشيات ولا يستحمل أفراد جرائمها، بل الأدهى من ذلك أن الأمم المتحدة تجلس مع هؤلاء وتعطيهم صفة شرعية لجرائمهم ضد الإنسانية، بل
في العراق، وهذا يحصل في العراق وفي تركيا كما تفضلتما يعني بشكل واضح. اسمح لي أتوجه بالسؤال للسيد يوسف على مسألة النفاق. يعني هناك بعض الأدلة على سبيل المثال أنه تغطية صحيفة نيويورك تايمز الإعلامية وتركيزها فقط على الموضوع السياحي كان لافتا وأثار غضب الشارع التركي في الحقيقة، وهي صحيفة مقربة من الديمقراطيين من حزب بايدن. في نفس الوقت تركيا طلبت أكثر من مرة بتسليم بعض الإرهابيين، طلبت السويد وفنلندا وغيرها من الدول، لكن ليس هناك ثمة استجابة لهذه المطالب. ماذا عن مستقبل هذا الوضع في ضوء هذه الجريمة الجديدة؟ يا سيدي، الكل يعلم بأن تركيا اليوم غير تركيا الأمس، وتركيا أصبحت الآن رقما صعبا ولاعبا إقليميا متنامي ومهم في المنطقة، وهذا أزعج الغرب وأزعج الدول الأوروبية وأزعج أمريكا، أن أصبحت تركيا لا تخدم مصالحهم، وأصبحت تركيا هي دولة مستقلة ذات استقلال وذات سيادة والأولوية لمصلحة شعبها ووطنها وأمتها وإقليمها، وبالتالي أصبح هنالك يكاد الكثير من المكائد. لا ننسى قبل انتخاب بايدن هنالك فيديو انتشر بشكل كبير اجتمع مع كبار مستشاريه عندما قال لهم علينا أن نسقط أردوغان من خلال دعم المعارضة، توحيد المعارضة ودعمهم بشكل قوي، ولكن ليس من خلال الانقلابات وإنما من خلال الانتخابات. على ماذا يدل هذا الكلام؟ يدل على أن هنالك قبل أن يصبح رئيس لأمريكا النوايا مبيتة في عند الإدارة الأمريكية. السياسة ليست مربوطة ببايدن، هنالك سياسة توجه كسياسة دولة أمريكا، استراتيجية الخارجية الأمريكية هو يجب إسقاط أردوغان وإسقاط الحكومة الحالية. لماذا؟ لأنها لا تخدم مصالحهم، لأنها أصبحت عثرة وعقبة وتضع العصا في الدواليب. كذلك الدول الأخرى، السويد، فنلندا، بعض الدول الأوروبية، هنالك بعض الدول لا، هي ترى أن مصالحها مع تركيا ويجب أن يكون هناك تعاون مع تركيا على ما يسمى المصالح المتبادلة والمنافع المشتركة. لكن ماذا لو كانت هذه المنظمات الإرهابية تشكل خطرا على هذه الدول؟ ماذا كانت ستفعل معها؟ وهذا ما قاله الرئيس أردوغان لهم مرارا، قال لهم إذا لم تحاربوا هؤلاء المنظمات الإرهابية وتدعموننا في محاربة الإرهاب وتحديدا فتح الله جولان الذين الآن يسرحون ويمرحون في أمريكا وفي أوروبا، البيكاكا حزب العمال الكردستاني، بي واي دي، واي بي جي، قسد وغيرها، سيأتون إليكم. الإرهابي إرهابي في كل مكان، هو دائما يبحث كيف يرضي نفسه ومصالحه وأهدافه الخاصة به، لا مصداقية له ولا دين ولا أخلاق ولا أي انتماء إنساني، حتى يستهدف العزل المدنيين، سياسة القتل ومص الدماء. إذن تركيا كانت حازمة في موضوع محاربة الإرهاب وبالتالي فرضت شروطها بقوة. نجد الآن الملف السويدي والفنلندي يحضر بقوة الآن، والرئيس الوزراء السويدي الجديد جاء إلى أنقرة، نقول بكل قوة جاء يطلب التنسيق مع تركيا ووعد بتغيير بعض القوانين لمصلحة محاربة الإرهاب. أمريكا هي الآن تعيش مرحلة انقسام، هنالك لوبي قوي يرفض السياسة الخارجية الأمريكية في إقصاء أردوغان، بل يجب التعاون مع الحكومة الحالية لا تندفع تركيا مرة أخرى في ضمن ما يسمى بين قوسين الحضن الروسي وخسارة حليف قوي. ثاني أقوى جيش في الناتو هو الجيش التركي وأقوى جيش في أوروبا تركيا، لديها الآن ثقل استراتيجي مهم، وأتوقع أنها الآن أثبتت بقوة بوجود الرئيس أردوغان بأنها رقم صعب لا يمكن أن التغلب عليها من خلال عمليات إرهابية رخيصة ودنيئة كما يحدث الآن. أنتقل إلى ضيفي دكتور ثامر في أقل من دقيقة. دكتور لو سمحت، هذا التخادم بين الحكومة والميليشيات، يعني صحيح أن بعض الدول مثل تركيا تقوم منظمة ما بالتخطيط لعمل إرهابي وتنفذه، وهناك تكون أهداف لهذا العمل الإرهابي، لكن في العراق الوضع مختلف. الإرهاب هو ممارسة شبه يومية كما قلنا، وممارسة تلجأ إليها الميليشيات فيما بينها وتلجأ إليها ضد الشعب لإرهاب الشعب والناشطين والصحفيين. أخي الكريم، كما قلت سابقا الحكومة مكونة من أحزاب وميليشيات، وهم من يتحكمون بالمشهد العراقي. هذه الميليشيات والتستر عليها والجرائم هذه أصبحت ظاهرة في العراق. المشكلة أن الأبرياء يخضعون في السجون والمجرمون يسرحون ويمرحون في العراق، بل لو تعطى لهم السلطة لأنهم مجرمون. والطامة الكبرى أن المجتمع الدولي وأمريكا التي تدعي دفاعها عن الديمقراطية وحقوق الإنسان هي من تدعم هذه الميليشيات، تدعم الميليشيات وتسلم السلطة في العراق، وهي تتستر على الميليشيات البثقة وتدعمها أيضا في سوريا وفي العراق. وإلا كيف يسمح للميليشيات
الميليشيات البكيه في العراق ان تسيطر على منطقه كامله وناحيه كامله او اصلا قضاء كامل قضاء سنجار في الموصل، كيف يسمح له اذا لم تكن الاراده الامريكيه موافقه على ذلك، واذا لم تكن الحكومه في العراق موافقه على ذلك، واذا لم تكن ايضا ايران موافقه على تخطيط وتواجد الحزب البكك في شمال العراق؟ أسئلة مهمة، شكرا لك أستاذ دكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، شكرا أستاذ يوسف لك على حضور في الأستوديو.